تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البنون، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. مثل ما عودناكم فقراتنا متنوعة، طبعا عندنا فقرة السوشيال ميديا والفقرة التوعوية وفقرات كذلك إن شاء الله في فقرتنا الثانية والثالثة خلال البرنامج. بداية نبتدي فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا أو أغلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. أسماء انقطع الخط مع أسماء، لمرة نتصل فيها مرة ثانية بنتكلم. لمرد انقطع الخط ويانا مع أسماء. ننتقل لفقرتنا التوعوية، لمرد نتواصل مع زميلتنا أسماء الجناحي. فقرتنا التوعوية اليوم تتكلم عن فوائد المغنيسيوم ومصادره، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عاشة الحمادي. صبحت الله بالخير أستاذة عاشة. أستاذة عاشة ألو. صبحت الله بالنور دكتورة. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. طبعا اليوم الموضوع جدا مهم، خاصة بخصوص المغنيسيوم. الناس الحين بدأت وايد تركز عليه، يعني خاصة الآلام الصداع، آلام العضلات. تبغي يعني نبغي نتعرف أكثر عن أهمية المغنيسيوم كذلك، وين ومصادره الغذائية إن شاء الله. هو المغنيسيوم طبعا يعتبر من العناصر الغذائية اللي تمثل أهمية كبيرة في صحة الإنسان، وتناول كميات كافية منه يوميا للعديد من الفوائد الصحية مثل ما قلتي. بركز على كذا فائدة. أول واحدة اللي هي المحافظة على صحة العظام، لأن المغنيسيوم يلعب دور هام في امتصاص الكالسيوم في الجسم، وهو مرتبط في زيادة كثافة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. أيضا عند نقص المغنيسيوم الجسم ما يقدر يمتص الكالسيوم كفاءة عالية، فترتفع نسبة الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى ترسب أملاح الكالسيوم على جدار الشرايين، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وحصى الكلى. أيضا المغنيسيوم يلعب دور كبير في الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري، لأنه يلعب دور كبير في عمليات إيضا الكربوهيدرات والجلوكوز. وواحد من الدراسات أظهرت المغنيسيوم يحسن من كفاءة عمل هرمون الأنسولين. والمغنيسيوم أيضا يلعب دور مهم في المحافظة على صحة العضلات مثل ما قلتي، بما فيه القلب، فهو يدعم عمل القلب وينظم الإشارات الكهربائية اللي تصلها من الجهاز العصبي ويحارب التشنجات في نفس الوقت. أيضا يقلل المغنيسيوم من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، نفس القلق، اكتئاب. أيضا يخفف من الشعور بالأرق والصداع الناتج من التوتر. طبعا من أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم فقدان الشهية، الغثيان، تشنج العضلات، اضطرابات دقات القلب، وهشاشة العظام، تقلب مزاجية، وايد غيرها. إذا جينا عند حاجة الجسم، الجسم تقريبا يحتاج من 300 لين 400 ميلي جرام يوميا من المغنيسيوم. ونقدر حصلها طبعا من المصادر الغذائية، منها الخضروات الورقية نفس الجرجير، السبانخ، البروكلي، وبعض أنواع المكسرات والبقوليات والسلمون، والفواكه نفس الأفوكادو والموز والتفاح، وبعض منتجات الألبان نفس الروب واللحوم الحمراء. يعني حتى مصادرها متوفرة في كل مكان وسهول حتى الوصول لها المصادر.
هي متنوعة، فأهم شيء المستمعين ينوعون في وجباتهم عشان يضمنونهم يأخذون القدر الكافي من المغنيسيوم في اليوم. ممتاز. في النهاية أنصح المستمعين أنهم يتأكدون من توافر مصادر المغنيسيوم في نظامهم للفوائد العظيمة في الجسم. ممتاز، وهذه يعني صح معدن، يعني هذا واحد من المعادن يعني، بس أثره جدا كبير سبحان الله، وحتى وجوده بكمية متوفرة يعني في أشياء كثيرة مثل ما ذكرتيها أختنا عاشة، الأستاذة عاشة الحمادي اختصاصية تغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعين، كانت هذه فقرتنا التوعوية وتكلمنا عن فوائد المغنيسيوم وكذلك مصادرة. نرجع لفقرة السوشيال ميديا اللي تعودنا عليه بداية فقراتنا اليومية، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباح طلب الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سو دكتورة، عليكم وعليك المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييكم. اليوم ما شاء الله الجدول وايد حافظ، مؤتمرات جدا مهمة في إمارة دبي، منها بطانة رحم المهاجرة، ونذكر بكرة يعني نحن عندنا بيكون تقريبا 11 عملية بيتم يعرضونها لايف من مستشفى الطيفة إلى مؤتمر بطانة رحم المهاجرة الإندو. فإن شاء الله كلها لأن معروف ما شاء الله يعني مستشفى لطيفة من المستشفيات التوب على مستوى العالم في موضوع جراحات بطانة رحم المهاجرة وغيرها من الأمراض جراحة المناظير، فيتابعون إن شاء الله راح نكون عندنا تغطية كاملة عن هذا الموضوع. أيضا أمس كان حضور معالي حميد القطامي من جمعية حفد جمعية إمارات السكري. نعم. وهذا كان بدعم مجموعة من مختلف الجهات الصحية، أطلقوا الدليل الوطني الجديد لمرض السكري النوع الثاني، وهذا بيساهم في تعزيز إجراءات الوقاية والتشخيص للمرضى. صحيح. أيضا بارك لهيئة الصحة أنهم فزنا بجائزتين أمس، أحد الأطباء عندنا الدكتور محمد الرضا كان فائز قائد فريق في جائزة البيانات أولا، وهيئة الصحة فازت بجائزة الفريق المتميز عن اجتياز، وهذا كان عن اجتيازها أعلى نسبة تحسين أداء وجمع أكبر عدد من البيانات ونسبة نجاح التغذية منصة دبي قاوس. ما شاء الله يعني وايد في أشياء يعني اليوم، لكن نحن بعد نذكر دكتورة إن بخصوص يعني نحن وردتنا بعض الاستفسارات من الجمهور عن فيروس كورونا. نعم. ووايد من المعلومات هي غير صحيحة. صحيح. ومنتشرة، وأحيانا الناس يعني شوي يقول لا المكان هذا، فمو بشرط إذا كان يعني إذا وصلك شيء بواتساب يعني صح. صحيح. فنتمنى ان الانسان المجتمع ياخذ معلوماته من مصادر رسميه مو بس هذه في كل دوله، في كل دوله يعني مو بس يعني عندنا، حتى خارج الدوله خذوا معلوماتكم من مصادر رسميه، يعني لا تاخذون يعني خلاص واحد يا صور يعني انا بعد ممكن ادخل غرفه ابند البند اللي تقول او مغلق يعني تفهم بسرعه يعني بوصف الواحد يعني يسوي بس يعني صحيح. أي واحد يقدر يعرض أي شيء ويكتب كذلك يعني ما يعني آخذ من المصادر الموثوق فيها يعني آخذه، ومو بشرط في مكان استوى بيستوي عندي، يعني كل بلد كل مكان له يعني سبحان الله له يعني جوه وظروفه الخاصة فيه. صحيح دكتورة، فشي نحن نأكد في كل يوم نظهر أن أخذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية، بس اليوم حبيت أأكد زيادة أن وصلتنا استفسارات ردينا عليها، لكن أيضا نبغى أن نحن نعزز موضوع ثقافة تأكد من مصادر المعلومات. وزارة الصحة كذلك يوميا بشكل يومي وأكثر عن مرة في اليوم يعني تحط كل المعلومات يعني مثل ما نقول الحديثة يعني updated يعني عن كل نقطة صارت وتصير وخ خاصة طرق الوقاية كذلك من المرض. أيضا دكتور نحن من الأشياء اللي يعني كانت حطيناها والناس تفاعلت معاها. نعم. ردينا حطينا طريقة الاستفادة من خدمة طبيب ذكي المواطن، يعني هم ممكن يعني يدخلون يشوفون آخر فيديو حطيناه على تويتر وبيعرفون كيف طريقة استخدام هذا التطبيق. الحمد لله وايد أشخاص كلمون أنهم استفادوا جدا من هالخدمة اللي أصلا يعني استخدم إنه ما يضطرون يوصلون المستشفى ويخلصون كل إجراءاتهم في البيت في المكتب في الحديقة في أي مكان. صحيح. وهذه اللي فعلا يعني مهمة، وفيديو كول أو اتصال يعني كل واحد وكيف الطريقة اللي هو يحبها. صحيح. ويختمها برسالة صباحية اللي تقول قبل الانتهاء من عملك اليوم قم برتيب مكتبك أوراقك
لتبدأ بداية الأسبوع القادم بروح جديدة. نفوا المكاتب قالوها تي يمسون يوم الأحد حسن أوه واو فول يعني فرش مخلصة كل شيء قبل ما أطلع إجازتي بس دمتم صحة وسعادة ودمتم صحة وسعادة أسمى الجناحي. شكرا لك مستينا، كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برنامج تواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 وعلى الرسائل النصية 4-0-0-6. حياكم الله. بنتكلم الحين في فقرتنا الثانية عن مشاركة هيئة الصحة في برنامج مسرعات دبي المستقبل. تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في فعاليات الدورة السابع لبرنامج مسرعات دبي للمستقبل أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، ومنها تقنية ماكو لإجراء عمليات الركب، والتي تسعى إليها لاستخدامها في منشآتها الصحية ضمن جهودها الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى. وللتعرف على هذه التقنية بشكل خاص ومشاركة الهيئة في برنامج مسرعات دبي للمستقبل، يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة خلود آل علي قائد فريق مسرعات هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذ خلود. صبحت الله بالخير دكتورة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. بداية أستاذ خلود، حابينك تحدثين عن مشاركة الهيئة في الدورة السابع المسرعات دبي المستقبل. أوكي، بداية حابة أذكر أن هاي سابع دورة لهيئة الصحة بمشاركتها هالمبادرة، وكل دورة نحن اشتركنا فيها كانت مميزة بحد ذاتها من ناحية الابتكارات أو الشركات اللي تعاملنا معها. بالأخص الدورة السابعة هذه استضفنا شركة، يعني أكثر الشركات اللي استضفناها هي في مجال العمليات الجراحية في العظام، عشان أن نسوي العمليات بشكل أكثر دقة، وبحيث أن نسبة رضا المريض بعد العملية تكون أكثر. فواحدة من التقنيات هي تقنية جهاز ماكو الروبوتي. نعم. هو عبارة عن ذراع روبوتي يقدر يستخدمه الدكتور في عمليات استبدال مفصل الركبة. مثل ما أنت عارفة نسبة كبيرة من الناس تعاني من هالمشكلة ولازم يسوون عمليات استبدال مفصل الركبة. صحيح. فنحن بالتقنية هذه، هاي تقنية تساعد الدكتور أثناء هاي الجراحة، بحيث أن استخدام الروبوت راح يعود بفوائد كثيرة على المريض، منها راح يقلل من المدة اللي يكون فيها في المستشفى. عادة يجلس في المستشفى من 3 أيام لأسبوع على الحالة اللي بناء على الحالة اللي هو فيها، بس عن طريق استخدام الروبوت في ناس يعني ممكن يجلس في المستشفى يوم أو يومين بالكثير. نسبة فقدان الدم اللي يصير أثناء الجراحة وايد أقل مقارنة بالطريقة المعتادة للعملية اللي الحين يسوونها، ونسبة رضا المرضى بعد هالعملية باستخدام الروبوت أكثر من الطريقة التقليدية. ممتاز. ونحن استضفنا شركة وقمنا بتدريب الدكاترة اللي هم في مستشفى راشد اللي يسوون عمليات استبدال الركبة كيف يستخدمون هذا الذراع الروبوتي، لأن هالذراع الروبوتي عشان تستخدمينه كل دكتور لازم يكون في عنده شهادة وتدريب يسويه عشان يقدر يستخدمه في العمليات. صحيح. وإن شاء الله راح نسوي يعني عمليات باستخدامها في الفترة الجاية إن شاء الله. صحيح. والجميل كذلك ورش العمل لتعريف الطاقم الطبي كذلك على كيفية استخدام هذا الجهاز. يعني مو بس الدكاترة الممرضين كلهم، يعني عرفناهم كيف الجهاز كيف يستخدمونه حتى قبل ما ندخله منشآتنا الصحية. ممتاز. وهذا يعطي يعني حتى حافز كبير للأطباء لأنهم يدخل هذا الشيء المحدث والمطور اللي بيطور كذلك من التقنيات الطبية، وكذلك نفس ما ذكرتي يعني تبديل الركبة يعني يحتاج كذلك أن بعد ما يعمل عملية بيقعد في المستشفى، يعني حتى وقت قعدت في المستشفى بتقل. صحيح. وهذه له دور كبير يعني خاصة في الأشياء الطبية والجراحية. أستاذ خلود، حابين نتحدث أكثر عن النتائج الإيجابية اللي حققتها الهيئة خلال مشاركتها ببرنامج مسرعات المستقبل خلال الدورات السابقة.
كل دورة كانت لنا نتائج إيجابية. مثلا في الدورات الأولى وايد ركزنا على الطباعة ثلاثية الأبعاد مثل ما أنت عارفة. نعم. سوينا وايد عمليات جراحية باستخدام تقنية 3D printing، ومثل ما أنت عارفة بعد يستخدمونها في الأسنان. صحيح. حاليا عندنا في مركز الابتكار في مثل مختبر لل 3D. نعم. ممكن يساعد الدكاترة قبل العمليات أنهم يطبعون شكل العضو اللي هم راح يسوون عليه العملية، بالتالي يساعدهم في التخطيط ما قبل الجراحة. صحيح. وفي دورات ثانية أيضا استخدمنا فيها جهاز أجهزة تساعد في عمليات العمود الفقري، مثل نظام اسمه نظام الملاحة، وجهاز الأو آر اللي هو جهاز الأشعة. مثل ما أنت عارفة لما المريض يسوي لأي عملية في العمود الفقري محتاج إنه يصورونه في السي تي سكان في صحيح. الجراحة نفسها، ويضطرون ينقلون المريض من سرير للثاني. ففي عندنا جهاز هنا إنه ما تحتاج لا تنقلين المريض أو أي شيء، الجهاز روحه يعني تجربينه من سرير المريض يلف ياخذ صورة كاملة حق المريض، نسبة تعرض الأشعة راح تكون أقل، وكذلك إنه ما راح تحركين المريض كل شوي. صحيح. وبعدين في تقنية ثانية اللي هي نظام الملاحة اللي تساعد الدكتور بالضبط على إنه يحط يعني يحط الإبرة مكان صح أثناء العملية الجراحية، يعني تسهيل حتى العملية يعني بالنسبة للطاقم الطبي. قلت لك الدقة مع يعني أكيد الدكاترة كلهم متمرسين وكلهم فاهمين وكلهم عارفين يعني كيف البروسيجر، بس وجود مثل هالأجهزة بتزيد من تعرفين من دقة العملية. صحيح. ففي وايد أشياء يعني اشتغلنا عليها، وكان عندنا مثل كاميرا صغيرة هي تصور العين، هي بورتابل كاميرا سهلة وخفيفة ومحمولة، بدل ما يستخدمون الكاميرا الكبيرة اللي هي الستيشن كاميرا الموجودة في عيادات العين، يبنى كاميرا صغيرة يعني يستخدمونها هانتز. ممكن تكون موجودة في العيادات حتى، لأن أنت عارفة الستيشن كاميرا سعرها أكبر. صحيح. من ومو موجودة في كل يعني العيادات والمراكز الصحية. صحيح. فتعرفنا على وايد تقنيات، وإن شاء الله يعني الجاي راح يكون أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. وأن الواحد يدخل هالتقنيات حتى في الممارسة اليومية خاصة الطبية، يعني تزيد من يعني تطور هذا المجال في نفس مكان. يعني جميل، يعني نفس ما ذكرتي طباعة ثلاثية الأبعاد سهلت جدا على سواء الطبيب، يعني من ناحية أن بدال ما يتخيل الشكل حتى لو أشوفه على السي تي سكان أو 3D، غير يوم يكون برينتينج 3D قدام الشخص. ونفس ما ذكرتي بالنسبة للملاحة الجراحية، يعني جدا سهلت سواء على الطبيب وسواء على المريض وهو على سرير العملية، أن هالأشياء كلها تاخذ وقت، فحتى اختصرت الوقت كامل. صح. اختصرت وقت وجهد، وبعدين تكاليف، لأن صحيح. مدة البقاء بعد يعني بعد العملية وايد أقل. صحيح. باستخدام هاي التكنولوجيا، ويمكن الأهم من هذا كله سعادة المريض ورضاه. طبعا نسبة رضا المريض وايد فرقت يعني. صحيح. أن أنا بطلع على طول، العملية بتكون بسيطة، وقبل يمكن كانت العملية كانت معقدة وما بقعد فترة طويلة في المستشفى، الألم بيكون أخف حتى بعد طلعتي من المستشفى بسبب هالجراحة لأنها بسيطة. فهاي يعني يعطي حتى سعادة أكثر للمتعامل أو المريض كذلك. أستاذة خلود، كلمة أخيرة تقدمينها لمستمعينا خلال البرنامج. أول شيء حابة أشكركم على استضافتكم لي عن طريق التليفون، وحابة أقولهم إن شاء الله نحن في هيئة الصحة نحاول قد ما نقدر نجيب تقنيات ابتكارية وجديدة بحيث أنها تسهل عليهم مشوارهم أو مشوارهم في منشآتنا الصحية، وبالتالي نحقق رؤية هيئة الصحة اللي هي مجتمع أكثر صحة وسعادة. إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق. سمين ما قصر فيك. أستاذ خلود آل علي، قائد فريق مسرعات هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. سمين دكتور، مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا وتحدثنا فيها عن مشاركة هيئة الصحة في برنامج مسرعات بين المستقبل. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-51414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث عن صحة دبي تبدأ بتشغيل حافلات التبرع بالدم بالطاقة الشمسية.
بدأت هيئة الصحة بدبي باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل أحد حافلاتها بمركز دبي للتبرع بالدم ضمن جهودها المستمرة والمتماشية مع توجهات الدولة واستراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع يسرنا يكون يعني اليوم عبر الهاتف الأستاذ صفوان السويدي رئيس قسم إدارة الاستدامة بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ صفوان. أستاذ صفوان إن الله يبارك فيك. صبحك الله بالخير أستاذ صفوان. صبح سلام نور والسرور والعافية. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك ويحيي مستمعينا الكرام والأفاضل، حياك الله. بداية نهنئكم بهذا الإنجاز صراحة أن تشغيل حافلات التبرع بالدم بالطاقة الشمسية. جزاكم الله خير، ويعني هذا مثل خلنا نقول من الأحلام اللي نحن اليوم نحققها على أرض الواقع. صحيح. وهذه رؤية واطلاع يعني القيادة الرشيدة عندنا بخصوص اليوم إدارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام تكون من مصاف الدول اللي بتكون إن شاء الله تعمل بمواضيع اللي هي الاستدامة، ومن ضمنها تحويل الأمور اللي متعلقة سواء المشاريع أو الحافلات أو الآليات إلى طاقة نظيفة أو طاقة متجددة بشكل عام وشكل كلي إن شاء الله. صحيح. أستاذ صفوان، حابين نتعرف أكثر على هذا المشروع ومن وين جت الفكرة؟ نعم، نحن دوم سبحان الله في إدارة سلام الصحة البيئة المؤسسية في هيئة الصحة في دبي نشوف خلنا نقول نبحث عن الفرص والتحديات. نعم. كان من ضمن التحديات عندنا واللي هي تتعلق بسلامة وصحة موظفين هيئة الصحة في دبي في مركز التبرع بالدم بخصوص موضوع خلنا نقول المولدات اللي تشتغل بالديزل اللي كانت موجودة في الباص سابقا. نعم. ف بناء عليها كان فيها نوع من خلينا نقول من الخطر في موضوع اللي هو تعبئة هذه المولدات في خلينا نقول المحطات الوقود اللي يروحوا له حسب انه يتم التعبئة فيها. فنحن ارتئينا ان هذا الجانب في خطر على الموظفين اللي موجودين في الحافلة نفسها او حتى سائق الحافلة نفسها. فقلنا نحن وطرحنا على الفريق العمل اللي موجود في الإدارة كيف ان نحن ممكن ان خلنا نقول هذه المشكلة وتكون تحدي بالنسبة لنا اليوم نطلع بفكرة تغني وتكون في نفس الوقت بطريقة سليمة وآمنة على صحة وسلامة الموظفين في الهيئة في خلال استخدامهم في الحملات اللي يطلعونها للتبرع بالدم. فجت الفكرة من هنا كيف أخذنا نحن المبادرة من عندهم المشكلة. نعم. ودارت الفكرة عنا وقلنا ليش ما نحولها. فكانت هناك المعادلات القياسية بخصوص الأحمال وإلى خلافه وكيف نربط أن الأجهزة كاملة في الباص تكون تعمل بالطاقة الشمسية. واللهم لك الحمد وطلعت المبادرة أن نحن ممكن نعم نستغل الألواح اللي كانت على سقف الباص. نعم. كاملة تحول أشعة الشمس إلى طاقة تتولد وتخزن في البطاريات اللي موجودة في الحافلة. بالإضافة إلى نحن كان في هناك خيار ثاني بعد كذلك ضفناه مع المشروع نفسه اللي هو خلنا نقول اللي هو التشريش عن طريق الكهرباء نفسه، يعني نحن أسب أن الباص ما يتعطل. نعم. في الحملات البعيدة فنحن حطينا خيارين فيه. أول شيء الخيار الأول اللي هو الطاقة الشمسية يتم تخزينها في البطاريات. نعم. والخيار الثاني اللي هو شحن البطاريات كذلك في حال الله لا قدر استوى نوع من النقص في البطاريات فممكن أن يتم الشحن البطارية عن طريق دايركت خلنا نقول الشاحن الكهربائي دايركت من أي نقطة ممكن. صحيح، وهذا يضمن عدم يعني تأثر الخدمة كذلك. وهذا كنا لي نحن يعني نرتجي ونتأمل أن ما يكون في تعطيل للخدمة. صحيح. لأنهم يطلعون لحملات تستغرق بين 6 و7 ساعات في اليوم الحملات تكون، فالحملات مدتها طويلة. فنحن طبعا كنا حابين نتأكد 100% قبل ما يكون المشروع نتأكد حتى من موضوع الدراسة المبدئية اللي قمنا بها. نعم. ان نعم المشروع بيكون 100% اول شيء يضمن كفاءة تشغيل جميع الأجهزة
ما تتعطل، لأن الأجهزة فيها حساسية معينة وخصوص السحب الدم والمكيفات اللي موجودة في الباص نفسه والأجهزة التبريد اللي موجودة بعد للدم في الحافلة نفسها. فنحن ضمناها مبدئيا كانت في الدراسة، وبعدين بعد التطبيق على موضوع التشغيل نفس الشيء، شفنا مرحلة التشغيل الأولية أن نحن ياسين نشوف وجربنا فيها أن نعم كفاءة عالية، سواء التبريد أو الأجهزة اللي معمول بيها، سواء أو حتى كذلك الثلاجات اللي تحفظ الدم بعد أحبة من المتبرعين في الحافلة نفسها. ممتاز. طبعاً الطاقة الشمسية تعتبر من الطاقات النظيفة والجميل أنها يعني موجودة عندنا الحمد لله في البلاد، ويعني تقريباً طول السنة، فيعني هذا شيء جداً يعني مهم استغلال هذا النوع من الطاقة. فحابينك تحدثنا أستاذ صفوان عن أهمية استخدام هالنوع من الطاقة وإيجابيات كذلك التوجه نحو هذا النوع من الاستخدام. طبعا نحن اليوم في هيئة الصحة في دبي، وعلى رأس معالي حميد القطامي مدير عام الصحة، هو متبني هذه الثقافة اللي هي في مجال الاستخدام. فنحن اليوم نقول أن الطاقة النظيفة اللي موجودة سواء هي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقات الثانية اللي موجودة، نعم في صميم عملنا أن نحن نبغى نحول الأجهزة اللي موجودة عندنا بكفاءتها 100% أن تكون موجودة وتشتغل على الطاقة البديلة، بدلا أن ما تكون طاقة على طول مستخدمة اللي هي سواء التوربينات أو إلى خلافه. فنحن الحين اليوم نستغل الأشياء الموجودة عندنا، سواء الطاقة الشمسية من ضمنها كمشاريع معينة، هناك إن شاء الله بتكون في المستقبل مشاريع كذلك تستغل الطاقة الشمسية في تغذيتها على البطاريات وإلى خلافه. يعني حتى موضوع إن شاء الله الباص المرحلة الجاية أو من المراحل اللي بعدها، نعم، تكون هناك المحطة بعد موجودة، إذا الشحن نفسه يكون عن طريق بطاريات موجودة، تكون مثلا مظلات بالطاقة الشمسية وتشحن الباص بعد بالطاقة الشمسية عن طريق البطارية. يعني حتى نحن ما بنستخدم الكهرباء المباشرة للشحن الحافلة بخصوص البطاريات حتى اللي موجودة فيها بعد. ممتاز. يعني هذا يدل أن بيتم إن شاء الله تعميم الفكرة في الهيئة. هذا شيء أكيد إن شاء الله، وهذا مو بأول مشروع إحنا، هذا خلنا نقول بداية المشاريع إن شاء الله الاستدامة في الهيئة، وإن شاء الله بتكون هناك في مراحل ثانية لآليات ثانية وإن شاء الله لأجهزة ثانية، وحتى إن شاء الله تكون على مستوى المباني الهيئة إن شاء الله، سواء المستشفيات أو إن شاء الله العيادات كذلك طبي إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أستاذ صفوان، تحدثنا عن أهمية هاي استخدام الطاقة النظيفة وكذلك الأشياء اللي بتدخل إن شاء الله خلال الفترات أو فترة المستقبل إن شاء الله، واستقلال هذه الطاقة الشمسية. فحابين نتكلم بشكل عام عن الجهود اللي تقومها الهيئة بدبي بمجال الاستدامة. نعم، الهيئة الصحة في دبي اليوم عندها مشاريع إن شاء الله في المستقبل خلال 2020 إن شاء الله، وخلال 3 سنوات الجاية إن شاء الله في عندنا استراتيجية إن شاء الله بتطلق، اللي هي بتكون استراتيجية الاستدامة إن شاء الله، بتعنى بالمواضيع المتعلقة بالاستدامة اللي هي على 3 محاور، سواء الجانب البيئي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب المجتمعي. فنحن هاي الأمور إن شاء الله نغطيها بال3 محاور اللي هي المجال الاستدامة الرئيسي، وطبعا نحن في مرجعيات رئيسية لها تبنى على أهداف التنمية المستدامة العالمي اللي هي 17 هدف عندنا الأممي. فنحن طبعا متماشين معاها، ونحن نربط اليوم الأهداف هذه باستراتيجية الاستدامة هيئة الصحة في دبي، وإن شاء الله بتكون هناك ربط كامل حسب إن شاء الله نحن نكون جزء لا يتجزأ من تقديمنا لدولة الإمارات العربية المتحدة لموضوع الاستدامة ودعم الاستدامة إن شاء الله على مستوى دولة الإمارات العربية. إن شاء الله إن شاء الله، وهذا إنجاز كبير صراحة. يعني خلينا نقول كبداية لهذا الإنجاز هو استبدال طاقة الديزل أو الطاقات الثانية بالطاقة الشمسية، خاصة في تشغيل حافلات التبرع بالدم، وهالحافلات تحتاج طاقة كبيرة. يعني نفس ما ذكرت، ما فقط الطاقة اللي تحتاجها لمكاين الحافلات، كذلك للتبريد، وتحتاجها فترات طويلة من 6 إلى 7 ساعات، ومرات حتى فترات أطول عن كذي.
هذا شيء أكيد وأمي بالمئة مثل ما تفضلتي بيها. فنحن الدراسات ما زالت عندنا مستمرة، يعني هي مو بنحن قصرنا على هالدراسة، بالعكس في مشاريع إن شاء الله مستقبلية وفي أفكار ابتكارية وإبداعية إن شاء الله، وفي شراكات استراتيجية سواء مع القطاع الحكومي أو مع القطاع الخاص أو حتى مع القطاع إن شاء الله التعليمي، بخصوص تبني بعض المشاريع اللي تخدم هيئة الصحة إن شاء الله في هذا المجال إن شاء الله، وخلنا نقول بيكونون هم الروافد مع هيئة الصحة إن شاء الله في نشر مجال الاستدامة بشكل عام على مستوى إمارة دبي، وكذلك دعمه على مستوى دولة الإمارات. وطبعا هناك الاستراتيجيات نحن دوم نربطها بها، أن استراتيجية التنمية الخضراء على مستوى دولة الإمارات، أن رؤية اليوم خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2071، فهذه الأمور كلها احنا رابطين بها وماخذينها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية إن شاء الله. وإن شاء الله بعد قبل إكسبو إن شاء الله وكل الدعم لمشروع إكسبو إن شاء الله اللي بينها دولة الإمارات، وبيكون هناك نقلة نوعية بتكون هناك إن شاء الله للمشاريع بشكل عام، وبتكون هي الفرص المؤاتية إن شاء الله للتطوير والتحديث والنقلة المعرفة نفسها من وإلى إن شاء الله الدول الثانية بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. الله يبارك. أستاذ صفوان، كلمة أخيرة توجهها المستمعين خلال البرنامج. طولة عمرك، أول شيء جزاكم الله خير على الاستماع وحسن الاستماع، وإن شاء الله تشوفون هيئة الصحة في مصاف الدول من خلنا نقول الدوائر المتقدمة ويا مصاف الدول. واليوم نحن كنا نتكلم عن موضوع الاستدامة. صحيح. والاستدامة ترى في ثلاث محاور، المحاور الثلاثة هي خلنا نقول اللي تشمل الحياة اللي نحن اليوم نعيشها، سواء الحياة الاقتصادية، الحياة البيئية أو الحياة المجتمعية. فهذه الثلاث محاور لابد أن في مكان من الأماكن نحن نلتقي فيها. فأنا إن شاء الله نأمل إن شاء الله على الأيام الجاية تشوفون إن شاء الله مشاريع تكون إن شاء الله تشوف النور، بخصوص أن الاستدامة يكون في حياتنا وبشكل عام، وخلنا نقول مستغل بشكل أكبر عن اللي نحن اليوم نشوفه إن شاء الله. وإن شاء الله نطمح أن الكل يساهم إن شاء الله، مو فقط اليوم هيئة الصحة في دبي، لا، ندعو نحن من منبركم أن الدوائر الثانية والقطاع الخاص والقطاع التعليمي يكونون هم الروافد إن شاء الله في موضوع الاستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ صفوان السويدي، رئيس قسم إدارة الاستدامة بهيئة الصحة في دبي، شكرا لك. شكرا. شكرا لكم. شكرا, شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الثالثة لليوم، وتكلمنا فيها عن صحة دبي تبدأ بتشغيل حافلات التبرع بالدم بالطاقة الشمسية، وهذا استغلال كبير لهذه الطاقة المتوفرة الحمد لله بوفرة يعني في دولتنا العزيزة، وطبعا طول أيام السنة. والجميل كذلك أن ربطوا الطاقة الشمسية كذلك بطاقة الكهرباء لعدم حصول أي سبحان الله أي تعطل كذلك في العمل خلال هذه الفترة. ترى مستمعينا، ننتقل لدراستنا لليوم، ودراستنا تقول 15 دقيقة مشي يوميا يوفر للعالم 100 مليار دولار سنويا. كشفت دراسة دولية حديثة أن الاقتصاد العالمي قد يتحسن بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا لو نجح أصحاب العمل في تشجيع عاملهم على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة رياضة المشي. والدراسة أجراها باحثون في مجموعة فيتاليتي للتأمين الطبي في بريطانيا ومركز راند أوروبا للأبحاث، لرصد مدى تأثير التمرينات الرياضية على التنمية الاقتصادية العالمية وفقا لموقع ماني كنترول. واستندت الدراسة إلى بيانات مأخوذة من نحو 120 ألف شخص من 7 بلدان حول العالم، ووضعت تصور للمنافع الاقتصادية لزيادة النشاط البدني على مستوى العالم. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن المشي يوميا لمدة 15 دقيقة إضافية أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم سيعزز الإنتاجية وسيزيد متوسط الأعمار، ما يؤدي في النهاية إلى تحسن النمو الاقتصادي، لأن سبحان الله صحة الواحد بتكون في تحسن مستمر، وكذلك طاقته أو يعني طاقته الإيجابية بتكون أكثر وأكثر. فهالأشياء جميعا تأثر على سواء على العمل وسواء على الأشخاص نفسهم في بذل أشياء والإنتاج أكثر وأكثر.
وتوصي منظمة الصحة العالمية الأطفال والمراهقين اللي تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و17 عام بساعة يوميا على الأقل من النشاط البدني اللي يتراوح ما بين الاعتدال والحدة، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر من النشاط البدني اليومي للألعاب اللي يمارسها في هذا السن في الهواء الطلق. عندنا مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم طلال، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. صحتك طيبة. الله يسلمكم طلال. الله خليك. تكلمت انت عن سكر ولا شيء؟ نعم. تكلمت عن سكر ولا شيء؟ انا جيت على اخر الحلقة اللي لحقت عليها. لا ما تكلمنا عن موضوع سكر. لانني يمكن سمعت عن سكر، تقول يعني في عن سكر مش عارف شيء، قلت على اخر شيء. عن السكر قصدك؟ ايوه. لا ما تكلمنا اليوم عن السكر، بس تفضلي اذا عندك اي استفسار. لا يعني قلت في تطورات، في شيء تطور جديد ولا شيء؟ كانت الكلام عن موضوع الاستدامة تكلمنا فيه، وكلمنا عن مسرعات المستقبل في دبي اليوم، بس إذا عندك أي استفسار بخصوص أي من ناحية السكر؟ لا بس بالمثال أنا يعني قلت ممكن في تطور ولا حاجة. كل يوم الحمد لله يكون في تطور، يعني الحمد لله يعني يوميا يكون في تطور طبعا. فيعني أنت تابعي، يفضل تابعي عن طبيبك المتخصص بحالك على الأقل، لأن كل حالة ترى تختلف عن، حتى لو في تطور في كل حالة تختلف عن الحالة الثانية، يمكن ينجح العلاج مع حالة ما يناسب الحالة الثانية، خاصة بالنسبة للسكر لأن يكون مصاحب فيه ويا أشياء ثانية وأنواع السكر طبعا كثيرة، فيعني كل حالة لها علاجها المختلف. نشكركم طلال على المداخلة. هذه النقطة المهمة مستمعين الأعزاء كذلك، يعني الحمد لله المواضيع الطبية وكذلك الإنجازات الطبية يوم بعد يوم يكون في إنجاز طبي، ويعني أشياء طبية جديدة تطلع على الساحة، بس يختلف من شخص لشخص. فيعني ما بشرط هذا نجح مع شخص أو نجح مع مريض ينجح مع الجميع، لا، بالنسبة للأشياء الطبية حتى الجديدة كل طبي، كل مريض تختلف حالته عن المريض الثاني، فيفضل استشارة طبيبنا المختص، لأن حتى الأدوية على حسب حالة المريض، يمكن أي شخص سكري بيلاحظ أنا يمكن استخدم هذا الدواء، فلان أخوي يستخدم هذا الدواء، حد في العائلة يستخدم دواء مختلف، فكل حالة تختلف على حسب العمر، حسب حاجة الشخص، حسب الأمراض الملازمة كذلك للأشخاص مع المرض اللي يعانون منه. والأهم من هذا كله الموضوع، يعني أي معلومة طبية ناخذها من مكان موثوق فيه، هذا جدا مهم، ما ناخذها من عند أي أحد، ناخذها من مكان موثوق فيه، والحمد لله سهولة الوصول لهذه المعلومات بالنسبة لأي شخص، يعني الحمد لله كل يوم فيها سهولة أكثر وأكثر. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا لليوم. أشكر فريق العمل اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، يعطيكم العافية جميعا. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيد وجميل إن شاء الله، واللي على عملهم إن شاء الله يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله، نلتقي بكم إن شاء الله يوم الأحد الساعة 10 الصبح بنفس التوقيت. محدثتكم اليوم الدكتورة عاش البسطي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.